مرحبا طلاب، السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم نكمل وياكم محاضرة سابعة من محاضرات البايوكيمستري الخاصة بالاندوكراين سيستم. شباب، اليوم عندنا هاي المحاضرة كلش حلوة، تتكلم عن الادرينال مدولة. خلينا نجي نعرف شنو هي الادرينال مدولة، وين جاية، مين جاية. يعني شباب، كنا نعرف انه عندنا تو كيدني، فوق الكيدني شاكو اكو شيء اسمها غدة يسموها ادرينال جلاند، واضح؟ واحدة على الليفت وواحدة على الرايت. هاي الادرينال جلاند لو اخذنا لها كروس سكشنز راح نشوف شغلتين بيها، جزء خارجي هذا الجوزي يسموه كورتكس، وجزء داخلي هذا البراون يسموه مدله، واضح؟ فاحنا اليوم راح نتكلم على هاي المدله، وايضا راح نتكلم على الكورتكس، لكن بصوره ادق على المدله. فوش يقول لك؟ يقول لك they are two adrenal glands, one on the tip of each kidney. كل واحدة صايرة على القمة مال كلية. الانر بارت مالتها شي يسموها من الادرينال جلاند يسموها شنو؟ الادرينال مدلة. هذا الانر بارت اللي هو البراون، واضح شباب؟ هنا عندنا الاوبجكتيف مال المحاضرة، صراحة نتعرف عليه داخل المحاضرة. بداية اول سلايد يقول لك which three hormones is secreted by adrenal gland. عندنا ثلاث هرمونات ينفرزن بواسطة الأدرينال جلاند. شباب، الأدرينال جلاند أنا مو قلت لكم هي مدلة وكورتكس؟ فالمدلة حتفرز لك هرمونات والكورتكس حتفرز لك هرمونات. الكورتكس حتفرز لك اثنين، واحد اسمه الكورتيزول وواحد الألدستيرون، والمدلة حتفرز لك ثلاثة. أول واحد اللي هو الإبينفرين، والثاني اللي هو النور ابينفرين، والثالث اللي هو الدوبامين. واضح شباب؟ هذا شنو من المدلة، بس تقولون هو كاتب بس الادرينالين اللي هو ابينفرين. شباب، هو بالسلايدات الجاية كاتبهن يعني، لذلك من هسه خذوهن. زين، نكمل. يقولك where does adrenal medulla develop from. شوفوا شباب، احنا ايش عندنا؟ هو ده يتكلم على الادرينال مدله، يسال السؤال بس هو يجاوب على اثنيناتهم، يعني يجاوب لك على الكورتكس ويجاوب لك على المدله. لكن شنو احنا نرتبين هنا؟ هاي الادرينال جلاند بيها جزئين، بيها كورتكس وبيها مدله. الكورتكس منين جايه؟ جايه من شيء اسمه انترميديت ميزوديرم، واضح؟ والمدله منين جايه؟ جايه من نيورال كريست سيلز، واضح؟ زين، هاي النيورال كريست سيلز يقول لك جاي من مكان يكون بروكسيمت تو ذا دورسال ايورتا. هاي ملاحظه مهمه، تمام شباب؟ نكمل. محاضره معلوماتها بسيطه فما يحتاج نطول بيها. هسه يجي سؤال يقول لك هل الادرينال مدله تفرز لك الدوبامين؟ نجاوبه. شو يقول بالجواب؟ يقول الادرينال مدله هي كومبوزد اوف predominance of the chromaffin cells. هاي الكروموفين سيلز شباب هي شلون؟ عبارة عن precursor cell، خلايا أساسية تتميز إلى ثلاث أنواع من الهرمونات، ماشي؟ تجي الكروموفين سيلز producing and secreting the catecholamine. منو من الكاتيكولامينز؟ الدوبامين والنور أبنفرين والأبنفرين، اللي هي هسان قلت لكم عليهم ذن الثلاثة اللي يجي نمين من الأدرينال مدلة، واضح شباب؟ إذا شنو جوابنا؟ نعم، تفرز دوبامين. يجي السؤال الثاني، what does adrenal medulla do؟ شنو تسوي الأدرينال مدلة؟ خلينا نجي نقرأ ونفتهم. طبعا شباب، هو راح نلقى حكي مكرر، فالمكرر راح نمر عليه بسرعة. يقول inner part of the adrenal gland، هاي مكرر هسه ما قريناها، هي small organ on the tip of the each kidney، واضح؟ هذا عفو. زين، الأدرينال مدلة makes chemicals such as epinephrine، وهي هسون قلناها هم عفو، وبعد شنو؟ النور epinephrine، وبعد من هو؟ الدوبامين، which are involved in sending nerve signals. من هو شباب اللي يشارك بنقل الإشارات العصبية؟ اللي هو النور epinephrine، قوي كلش، neurotransmitter. باعو يقول لك هنا يسأل سؤال، يقول what is the main neurotransmitter of adrenal medulla. من هو شباب؟ باعو دقيقة، خلنا أوضح لكم إياها هنا. اعتبروا هاي أدرينال مدلة. زين،
ايش تحتوي بداخلها؟ تحتوي بداخلها ابنفرين والنور ابنفرين. هذا يساهم بنقل الاشارات العصبيه النور ابنفرين. زين يقول لك هو شنو الادرينال مدول؟ شلون توصل هالاعازات شباب؟ او شلون يتم تحفيزها؟ او منو النيورو ترانسميتر اللي يجي يحفزها؟ نجاوبه ونقول له الاسيتايل كولين. واضح؟ نجي هنا ايش يقول؟ يقول what is the main neurotransmitter of adrenal medulla؟ من هو كلش مهم بالنسبة لها يعني اللي يحفزها؟ وهاي يقول لك الادرينال مدولة is the central core of the adrenal gland، وهاي عرفناها هي بداخل الادرينال gland. The neurotransmitter released from the myelinated presympathetic nerve ending is acetylcholine. يعني شنو presympathetic؟ sympathetic باشبو هذا النيرف، هذا الجزء يسموه شنو؟ بري با دقيقة هو شلون صار هيجي نيرف تمام، وهذا الكليفت بيناتهن، وبعدين هنا همين. فهذا البري وهذا البوست سينابتيك وهذا الكليفت، فالاستال كولين يجي من هنا وينتشر للأدرينال جلاند، فهو يقول لك يجي من البري جانجليون تمام شباب، او البري سمباثيتك نيرف. شو اسمه؟ اسمه الاستال كولين، كنا نعرفه اكيد. So this is main stimulus for release of the hormones from adrenal medulla. هو يعني كلش هو اللي يحفز لك الادرينال مدولة حتى تطلع الهرمونات مالتها. واضح شباب؟ واضح. زين شو يقول؟ يقول the sympathomedullary pathway involved in the stimulation of medulla. يعني اكو باثوي شباب، باثوي يبدي من الهايبوثالاموس ويروح للسباينال كورد، ومباشره من السباينال كورد يروح للمدولة تمام، يحفزها على اطلاق هرموناتها، يعني يشتغل شغل الاستال كولين. شو يسموه هذا الباثوي؟ يسموه سمباثو مدلري باثوي تمام. شوف شو يقول لك، يقول لك هي impulses from the hypothalamus via neurons from the thoracic spinal cord، من منطقة الثوراسك، لأن هي الكدنة وين موجودة؟ بمنطقة الثوراسك. The medullary is stimulated to secrete the amine hormones epinephrine and norepinephrine. واضح شباب؟ One of the major functions of the adrenal gland is to the respond to the stress. يعني شو شباب؟ هاي الأخيرة. هسا احنا فهمنا هذا السمباثو مدولاري، بس يقول لك واحدة من وظائف الأدرينال جلاند انه هي تستجاب للسترس. ليه الشباب؟ لان هي مرتبطة بمن؟ بالهايبوثالاموس. ثالاموس. الهايبوثالاموس شباب كلكم تعرفون انه تفرز لكم من هو؟ الـ ACTH. صح لو مو صح؟ دقيقة. الـ ACTH. ماشي؟ هذا الـ ACTH يحفز لك افراز الكورتيزول اللي هو هرمون السترس. بكل بساطة هاي المعلومة هيك معلومة يعني مضمونها. زين شو يقول؟ يقول what is the function of adrenal medulla؟ شنو وظيفتها؟ طبعا هي هذا الحكي مكرر بقى. شو يقول لك؟ هذا نفسه inner part of adrenal، هاي كله عبروه. الادرينال medulla makes chemical epinephrine norepinephrine، هاي كله عبروه، هذا كله مكرر. يقول لك وات هستونا قريناه شباب، هذا البارت هستونا قريناه هنا هنا تمام. يقول لك وات ار ذا تو تايب اوف ادرينال هرمونز، نوعين من الابينفرين والنور ابينفرين، يسمون ادرينال نور ادرينالين، وهاي كلها معيوده. نكمل شباب، وصلنا لهذا السلايد الكلش مهم. شوفوا شباب هنا انا شلون راح اصنع الابينفرين والنور ابينفرين، هاي ماخذيها بالفارم شباب. راح نبدي بمن؟ بالتايروسين. التايروسين هو من يجينا؟ من الثايرويد هرمونز تمام، او هو اللي يكون للثايرويد هرمونز شباب التايروسين. فالتايروسين راح يجي يشتغل عليه انزيم اسمه التايروسين هيدروكسيليز، هذا راح يجي يحول التايروسين الى مركب اسمه L3,4-dehydroxyphenylalanine. صح طويل بس ما يخالف شباب ماشي. بعدين هذه رمزوله ال دوبا، يعني انت تريد تختصرها تايروسين يتحول الى ال دوبا عن طريق تايروسين هيدروكسيليز.
زين راح يجي عليه هذا ال دوبا، راح يشتغل عليه انزيم اللي هو الدوبا دي كاربوكسيليز. الدي كاربوكسيليز راح مباشرة يحول ال دوبا الى دوبامين، وبالتالي الدوبامين يشتغل عليه انزيم اسمه دوبامين بيتا هيدروكسيليز يتحول الى نور ابنفرين. وبالتالي طبعا شباب احنا دا شنا محتاجين الدوبامين، راح نتوقف اللي هنا ونطلع الدوبامين وناخذه، اذا نريد نور ابنفرين راح نتوقف اللي هنا ونطلع النور ابنفرين وناخذه، واذا كنا محتاجين ابنفرين راح نكمل العمليه اللي هو نطبق عليه انزيم اسمه بي ان ام تي، اختصار الاسم طويل كلش، راح يتحول الى ابنفرين. واضح شباب؟ زين كلش بسيطه نكمل. يقول وات ستيمولييت ادرينال مدوله، من اللي يحفزها شباب او شنو اللي يسوي لها ستيمولييت؟ طبعا هستونا قلنا احنا اللي هو من هو شباب اللي استال كولين، بس خلينا نقرا نعرف. ستيمولييشن اوف ادرينال مدولة عن طريق منه البري جانجليونيك سمباثيتك، هستونا رسمناها هذا البري جانجليونيك سمباثيتك، انا بالرسم فول تمام، وهذا البوست وهذا الكليفت يطلع منه استال كولين هو اللي يحفزها، وبعد منه قلنا عليه السمباثو مدلري باثوي ما الشباب، هنا اهم شيء يحفزنها. زين شباب احنا هسوي شيء يقول حتى زين هو الاستال كولين انتقل منه حتى يحفز لنا الادرينال مدله، ايش تفرز لنا؟ تفرز لنا الابنفرين والنور ابنفرين والدوبامين. يجي لك ذن شلون يشتغلان، خلينا نقرا. يصدر ابنفرين والدوبامين والدوبامين والنور ابنفرين والابنفرين، صدرت الادرينال مدولة تحت تأثير الاستال كولين. زين يقول لك السمباثيتك نيورال اوت اوف فلو ايش راح يزيد لك؟ يزيد لك الفايت اند فلاي. ليش شباب؟ بكل بساطة الابنفرين والنور ابنفرين شو يشتغلن؟ شغل سمباثيتك، والسمباثيتك شنو؟ هو فايت اند فلايت ماشي؟ الفايت اند فلايت كل شيء يزيد عندك، ضغط الهارت ريت الكونتراكشنز البابيلاي مال ايز مالتك يعني تتوسع لان انت بحاله ستريس مع الشباب. ريسبونس المن للفير او الايموشنال ستريس، الابرايت بوزيشن، البين، الكولد، الهايبوتنشن، الهايبوغلايسيميا ان اذر ستريس. من يصير عندك هايبوتنشن راح يشتغل عندك سمباثيتك حتى يسوي هايبرتنشن يساعده، من يصير عندك هايبوغلايسيميا راح يفتلش لك جلوكوز حتى يصدر لك جلوكوز يسوي لك هايبرغلايسيميا يحاول يعادل. تمام شباب نكمل. شباب وصلنا انه هذا الكلام معيود، يقول لك الادرينال مدولة هي السنترال كور كلها استنا اخذناه شباب، فما يحتاج تقرونه. شرحنا هذا مال استال كولين نفس الجملة معادة يعني مو يعني كحاجة لغير حاجي، هذا نفسه نصا احنا قريناه، هذا نصا قريناه شباب مال بريجانجليونك دوبامين. زين هسه شنو هنا؟ هذا هم قاري شباب، هسه انا قرينا سوالف سمباثيتك. يقول لك what are the two main function of the adrenaline، اهم وظيفتين بالادرينالين شو يسوي لك؟ يجعل لك انه الهارت بيست العفو الهارت بيت faster and long breath more efficient. شوف شباب يعني هو يزيد لك الهارت ريت، يوسع لك المجاري التنفسيه لللانج، يضيق لك البلد فازل حتى يرفع لك اياها، يرفع لك البلد بريشر انكريز البلد بريشر. تمام شباب تمام. يقول makes brain more alert and raises blood sugar level، يزيد لك الجلوكوز بالدم. ليش؟ لان هو يعالج الهايبوغلايسيميا، استونا اخذناها وينها دقيقه، يعالج لك الهايبوغلايسيميا شباب اخذناها قبل شويه، هاي شوفوا يعالج لك الهايبوغلايسيميا والهايبوتنشن، فذلك هو يسوي كونتراكشن من البلد فيزل حتى يزيد لك الضغط ويزيد لك الجلوكوز بالدم حتى يعالج لك الهايبوغلايسيميا. زين هسه احنا وين وصلنا؟ تمام هنا وصلنا هنا شباب. شوف يقول لك الابنفرين also known adrenaline، خوش معلومه استنا عرفناها. زين is both a neurotransmitter، اثنيناتهم هن نيورو ترانسميتر شباب، هو نفس الشيء اثنيناتهم،
and hormone it play an important role in the body fight and flight. شباب هستونا قلناها اللي تقروها ولا هاي شكو شي كاتب لكم عليه غلط يتقروها هستونا قلناها فوق زين. What is the mechanism of action of adrenaline؟ شلون يشتغل شباب الادرينالين؟ هذا هنا ركزوا لي عليه. الادرينالين شباب هو نون سيلكتيف، يعني يجي يشتغل على الفا والبيتا بانواعها. شلون يشتغل على البيتا 1 اللي هي موجوده بالهارت، على الفا 1 وبيتا 2. واضح شباب؟ واضح. فهو من يجي يشتغل على المايوكارديال فورس ويزيدها، فهو شو راح يسوي لك؟ يزيد لك الكونتراكشن، وهذا شيء يسموه بوزيتيف انتروب مع الشباب. واذا يزيد لك الهارت ريت يسموه كرونوتروب. خليها ببالك، يزيد لك كونتراكشن يسموه نوتروب، والريت كرونو تروب مع الشباب. فهذا اللي كلنا نعرفه احنا زين. الادرينالين هو فازو كونستركشن. هستونا قلناها شباب اللي عنده هايبوتينشن شو يسوي؟ انطي ادرينالين. شو يسوي؟ يروح يسوي لك فازو كونستركشن بالاوعيه الدمويه حتى يساعد لك الضغط، مو صحيح؟ زين، على اي ريسبترات راح يشتغل؟ على الالفا 2. واضح؟ واضح. تمام شباب، تمام. شوف مهم حتى يسوي لك هايبرتينشن. زين شباب هسه شو يقول لك؟ يقول لك what is the function of the epinephrine, adrenaline and norepinephrine؟ هن اثنيناتهم هي هم شباب شنو؟ عبارة عن fight and flight. بس خل نركز على الرسبترات اللي هن لازم تكون قارين بالفارما، اللي قارين بالفارما راح يعبرهن بسهولة. شوفوا شباب، يقول لك both epinephrine norepinephrine modulate metabolism to increase blood glucose level. يعني شنو شباب؟ احنا مو قلنا sympathetic، مو قلنا قتال، fight and flight، شو احتاج؟ صعد الجلوكوز، عالج الهايبوغلايسيمي. تمام؟ فش اسوي جلوكونيولايسيس، اكسر حتى اصنع شنو؟ اصنع الدي جلوكوز. وين تصير هاي؟ بالليفر، كنا ماخذيها زين عن طريق الريسبتر بيتا 2. بعد شنو شباب؟ انكريز جلوكاجون سكريشن، افرز جلوكاجون حتى اكسره واطلع جلوكوز عن طريق الريسبتر هم بيتا 2. واضح؟ نفس العملية شباب، المهم ده حصل بالنتيجة شنو؟ جلوكوز. زين، وأقل شنو؟ الإنسولين سكريشن. زين، أنتم هسا أنا عندي هايبو جلايسيميا، ما عندي شنو؟ شنو ما عندي؟ ما عندي جلوكوز. شو أفعل شباب؟ أفعل الجلوكاجون، مو صح؟ وأثبط الإنسولين. الجلوكاجون يروح يا بيروح على اليمن على الجلايكوجين ويكسره ويطلع الجلوكوز. تمام؟ ويروح على الفات وعلى البروتينات هم يفلشهن ويطلع الجلوكوز بعمليه يسموها جلوكونيوجينيسيس. تمام شباب؟ زين نكمل شباب. وصلنا هنا يقول الادرينالين هو فازو دايليتر. زين هستو قلت لنا علي انه هو فازو كونستركتر. شباب وظيفته الرئيسيه انه هو شنو؟ فازو كونستركتر. وين؟ وين وظيفته الرئيسيه شباب؟ وظيفته الرئيسيه بالعضلات، سواء سموث مصل، سكليتال مصل. اذا بالسموث مصل هو فازو كونستركتر حتى يضيق الاوعيه الدمويه، وبالتالي شو يصير عندك شباب؟ يساعد لك الضغط. زين، واذا وين يشتغل فازو دايليتر؟ يشتغل فازو دايليتر بالاديبوس تيشيو. تمام شباب، شغلة ثانوية هاي. واضح؟ واضح. زين، المين ديفرنت بتوين ادرينالين اند نور ادرينالين شو يقول لك؟ يقول لك الادرينالين يسموه ابنفرين، ماشي، از ذا مين هرمون سكريتد باي ادرينال مدولة. هاي استونا قلناها. والنور ادرينالين شو يسموه؟ نور ابنفرين. هم ينفرز من الادرينال مدولة شباب، بس من هو الاكثر ينفرز من الادرينال مدولة؟ الابينفرين اللي هو الادرينالين. واضح؟ واضح. زين شو يقول لك؟ يقول لك النور ابينفرين شو يعامل معاملة النيورون ترانسميتر. مين نيورون ترانسميتر؟ ما الشباب ناقل عصبي. واضح؟ واضح. وين؟ بالسمباثيتك نيرفس سيستم. زين هاي اول نقطة عرفنا انه الابينفرين هو مين ينفرز من المدولة، والنور ابينفرين هم من المدولة، بس منو الاكثر؟ الابينفرين. واضح؟ النور ابينفرين شو يسوي؟ شو يسمونه؟ نيورون ترانسميتر. زين فاردر مور، الادرينالين
is the main factor which increase metabolism in preparing the body to stress or danger. بعشو شباب شو يقول لك؟ يقول لك الأدرينالين يزيدك الميتابوليزم أكثر من النور أدرينالين. واضح؟ واضح. زين، والنور أدرينالين شنو شغلته؟ مسؤول عن الرفلكسيف تشينج بالكارديو فاسكولار توم. إذن هسه لا تخلوها شباب إنه الأول شيء الأدرينالين هو يجيني من الأدرينال مدلة صورة أكثر من النور أدرينالين، والأدرينالين يسوي لك ميتابوليزم بصورة كبيرة. زين، خبروح على النور أدرينالين. النور أدرينالين يسمون نيوروترانسميتر، والشغلة الثانية إنه هو مسؤول عن الرفلكسيس تشينج بالكارديو فاسكولار تون. زين، نقطتين هسه شو يقول لك؟ الأدرينالين والنور أدرينالين two type of hormones are نيوروترانسميتر. اثنيناتهم ترى نيوروترانسميتر شباب، بس شنو هو؟ النور أدرينالين هو المين. النور أدرينالين يقول لك هو المين نيوروترانسميتر. واضح؟ والثنائي يصنع من المدلة، بس المين اللي يصنع من المدلة هو الإبنفرين. واضح؟ واضح. يقول لك in the body responsible for regulation of the hemostasis، التوازن اللي صار بجسمك، يعني حاليا انت بحالة جيدة يعني جسمك متوازن. التوازن يسموه hemostasis in order to prepare the body for stressful dangerous situations by mediating fight and flight response. تمام شباب، وصلت ان شاء الله. هذان بس يكتبوهن، نقطتين هنا ونقطتين هنا، تتمهون او تحفظوهن بسرعه. زين، what is the relationship between dopamine والادرينالين؟ لازم نعرف شباب. بدال ما نقرا هذا الحكي راح اخذك اللي هناك هذا الرسم. هو راد العلاقه بين الدوبامين والادرينالين اللي هو الابنفرين. العلاقة بيناتهم شباب إنه الإبنفرين هو جاي من الدوبامين بصورة يعني بصورة عامة، لكن بالحقيقة إنه الدوبامين يشتغل عليه شيء اسمه دوبامين بيتا هيدروكسيليز، يتحول إلى نور إبنفرين، بعدين النور إبنفرين يتحول إلى إبنفرين. واضح شباب؟ واضح. خلينا نجي نقرأ هذا القرآن اللي حشينا. شو يقول لك؟ يقول لك الأدرينال جلاند بروديوس أدرينالين. شلون يصدر لك أدرينالين اللي هو نفسه إبنفرين؟ by transforming the amino acid tyrosine into the dopamine. يعني شنو؟ نرجع للسلايد. بقى يحول لك، يقول لك التايروسين، يحول لك التايروسين إلى دوبامين، والدوبامين شو تحول إلى إبنفرين. تمام، بس هي عن طريق هاي السلسلة لازم يمشي بالسرعة. واضح شباب؟ زين، نكمل. زين، شوف شو يقول لك. الأكسجينيشن of the dopamine yield neuroadrenaline which is converted into the adrenaline اللي هو هذا الدوبامين. باعه سوري كسادة نرجع بس على مود حتى تفتهمون. يقول لك الدوبامين والنور أدرينالين هن اثنين، يعني هذا يتحول لهذا وبعدين هذا يتحول إلى أبنفرين. تمام، زين نكمل. شو يقول لك؟ يقول لك هنا وين وصلنا؟ يقول لك الأدرينالين bind to the receptor on the heart arteries pancreas liver muscles and fatty tissue. ماشي، يعني الأدرينالين يتصل بهاي الرسبترات، وسهلة معلومة مهمة يعني. بس يقول لك هنا معلومة مهمة، يقول لك الخلايا cells and adrenal medulla هي تصنع لك الإبنفرين والنورابنفرين. الخلايا، تمام، وهاي معلومة مهمة لأن أكيد الخلايا العاد من يصنع. زين شباب، هسه شو يقول لك؟ يقول لك what classes of drug in adrenaline. شنو الانواع الدراج او من يا صنف هو الادرينالين؟ شباب هسونا احنا قلنا من يا صنف هو مو سمباثيك، مو يشتغل شغل الفايت اند فلايت، فهو جاي يقول لك يابا هو من كلاس السمباثو ميميتيك ايجنت. ماشي، هسه يريد يعرف شنو الفرق بين الدوبامين والنور ابنفرين. اخذنا قبل شويه شنو بين الدوبامين والادرينالين اللي هو ابنفرين، هسه نريد نعرف بين الدوبامين والنور ابنفرين. شوف شو يقول لك. يقول لك اثنيناتهم يزيدون الضغط، لان هم اثنيناتهم فايت اند فلايت، مو صح؟ بس من هو الاكثر مفيد يزيد للضغط بالشوك؟ النور ابنفرين. هاي معلومه مهمه. اذا يقول لك يابا استخدم دوبامين لو نور ابنفرين حتى ازيد الضغط، تقول له اثنيناتهم هن صحيحات، بس من هو استخدمه اكثر؟ النور ابنفرين هو المور باورفول،
واضح واضح زين. هسه هذا النور ابنفرين يتميز بشغله غير الدوبامين، هم يتميز بشغله، الدوبامين يزيد لك الكارديك اوتبوت اكثر من النور ابنفرين. تمام تمام زين. يقول لك has potential advantage of increasing renal and hepatosplenic blood flow. يزيد لك اثنيناتين البلاد فلو لاي عضو بجسمك. ليش؟ لان انت فايت اند فلايت شباب، ما عدا الجي اي تي اللي هي مثلا الهضم، اقصد بها الدايجستشن، يقللون البلاد فلو منها حتى يبطا الدايجستشن، لانه انت بحاله سمباثيتك وبالتالي ما تحتاج تهضم، تحتاج تركز اكثر. ماشي زين. يقول لك وات از ذا ميكانيزم اوف ادرينالين. الميكانيزم مالته، ميكانيزم اوف اكشن اف ادرينالين كنا نعرفها، كنا عليه نشتغل على البيتا 1 وعلى البيتا الفا 1 وعلى البيتا 2، يسوي لك يزيد لك الكونتراكشن، وقلت لكم هذا انتروب، ويزيد لك الريت، وقلت لكم هذا كرونوتروب. ماشي تمام شباب تمام، هذا كله معاد ما تحتاجوه. نكمل شباب، وصلنا لاخر سلايدين من المحاضره. يقول لك يلا الميجر ديسوردر اوف ادرينال مدوله اللي هي فيو كروموسايتوما. شباب هاي الحالة تصير بسبب شنو؟ اكسسيف كاتيكولامين سيكريشن، يعني الافرازات الادرينالين نور ادرينالين والدوبامين عالية تصعد. ماشي وات ار ذا مدولاري ديسوردر. بعد اكو حالات شباب مثل ايش؟ اكو حالة يسموها جانجليو نيوروما. هاي وين تصير؟ بالادولت وبالتشيلدرن. بسبب شنو؟ انه عندك هنا الديفلوب نيرفس سيستم سيلز. ماشي زين. ايش عندك بعد؟ حالة يسموها نيوروبلاستوما. نيوروبلاستوما صير بس بالتشيلدرن. ليش؟ هاي الكانسر وين صاير؟ بالنيرف تيشو. واضح واضح. والباراغانجليوما اللي هي صير بالكرومافين سيلز، والما يتذكر كرومافين سيلز هستون قلتها اللي هي تسوي لك النور ابنفرين والابنفرين والدوبامين. واضح شباب واضح زين. هسه شو يقول لك؟ يقول لك يا انه الفريو كروما سايتوما هي رير، كلش نادرة، but treatable، يمكن معالجتها. ماشي وين تصير؟ تصير بالميدل اوف يور ادرينال جلاند، بنص الادرينال جلاند بالمدلة بنصها تصير. ماشي in most cases the tumor is benign. هذا التيومر شنو؟ هل هو malignant or benign؟ صراحة هن اثنيناتهم، يعني يصير benign ويصير malignant. واضح السيمتومز اللي اعراض تصير بيها هي صعد عندك الضغط. ليش؟ لان اشتغل عندك الابنفرين والنورابنفرين اللي هي فايت انت فلايت، سوالك كونتراكشن صعد لك الضغط. ماشي بعد شي صار عندك هيدك نتيجه صعد الضغط. ماشي زين واضح. يقول لك وات از ذا فيو كروموسايتوما كوز باي، منو يسببها شباب؟ يقول لك على 25 الى 35% هي شنو؟ انهيرتد، موروثه بسبب انه انت يجوز من الفاميلي. ماشي these inherited cases may be associated with the genetic condition. بالتالي انه هي شنو؟ موروثة شباب. because الكاتيكولامين release various throughout the day، يعني الكاتيكولامين شباب تكون نسبة تحفيزها مختلفة باليوم. the best method of diagnosing pheochromocytoma هي استخدم انه ال 24 hour urine collection. شباب انه هاي الحاله انه انطي يجيني البيشنت، وهاي شباب قلت كلش يجيني البيشنت اذا اريد اسوي له فحص لهاي الحاله، انطي فجليكان واقول له من نانه الباكر هيك وقت اجمع لي اليورين مالتك وين؟ بهذا الجليكان. من يجيب لي يا شباب راح اسوي اخذ سامبل منه واسوي عليه تحاليل، اشوف الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين صاعدات او ونازلات، وبالتالي يعرف انه هو عنده فيو كروموسايتوما او ما عنده. واضح؟ اللي هنا خلصنا المحاضرة، اتمنى لكم كل التوفيق، ان شاء الله انتظروني بالليكتشر الثامن.